نتحدث فعلا عن محافظة رأس تنور التي تشهد حقيقة طفرة تنموية على كافة الأصعدة، وهي المحافظة ذات 70,000 نسمة والتي تبعد عن الدمام قرابة 50 كيلومتر، وإضافة إلى أهميتها الاقتصادية الكبيرة لوجود أحد أكبر مصافي النفط في العالم والتابع لشركة أرامكو في هذه المحافظة، هناك أيضا أهمية استراتيجية وسياحية. تقوم بلدية رأس تنورة بدور كبير جدا في تطوير العديد من المنشآت والعديد من الأماكن هنا في محافظة رأس تنورة، ودعني أوجزها في عدد من النقاط، ربما أيضا نشر المسطحات الخضراء والحدائق وتطوير الواجهات البحرية وغيرها التي أعطت المحافظة جمالية خاصة وأصبحت تمتلئ بالجمال في كل تفاصيلها. دعني أتحدث عن جانب مهم جدا حينما نتحدث عن التنمية المستمرة، نتحدث عن مشاريع الطرق التي تعتبر هي الشريان الرئيسي الذي يربط الأحياء ويربط هذه المحافظة بغيرها من المحافظات الأخرى. أنا أتواجد في طريق الملك عبد العزيز والذي يمثل أهمية كبيرة في ربط شمال المحافظة بجنوبها، يشهد تطويرا جميلا ومهما ويتم تحويله إلى ما يسمى أو ما يعرف بأنسنة المدينة للتسهيل على المواطن والمقيم في عملية الحركة والتنقل. هذا التطوير على طول 2300 متر وعلى الجانبين 4600 متر سوف يكون في هذا الطريق أو هذا الجزء الذي يتم تطويره، سوف تكون هناك مسار للدراجات الهوائية، سيكون هناك ممشى جميل جدا على طول 4600 متر. مساحة التطوير الإجمالية تصل إلى 50,000 متر مربع، سيكون منها 12,000 متر من المسطحات الخضراء، زراعة 1200 شجرة وغيرها من أيضا المقاعد التي سوف تكون في هذا الطريق. التطوير المستمر في المحافظة جعل يعني هناك لفت للأنظار، وكذلك هي أصبحت كذلك محافظة رأس تنورة وجهة سياحية لمن يحب الشواطئ، لأنها تتميز بوجود شاطئ مميز ورائع جدا في الواجهة البحرية. أخيرا أود أن أقول بأن بلدية رأس تنورة تسعى دائما لأن تقدم الجميل والمميز، وأصبحت تقدم أنموذجا مميزا في تطوير المحافظة على كافة المجالات.